إلى محافظة مأرب عاد نائب الرئيس. ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها الرجل الثاني في الدولة في محافظة تشكل أحد المحاور الهامة للمواجهة مع الانقلاب، وتتعرض أكثر من غيرها لاستهداف مباشر بترسانة الصواريخ التي يطلقها الانقلابيون من صنعاء. يحمل التواجد الميداني لنائب رئيس الجمهورية لفريق الركن علي محسن صالح في مأرب دلالة مهمة في مرحلة تصر فيه السلطة الشرعية على طي صفحة حكومة المنفى والتواجد المكثف على خارطة الوطن. استهل نائب الرئيس زيارته لمأرب بترأس اجتماع موسع لقيادات السلطة المحلية في محافظات إقليم سبأ بحضور محافظي مأرب والجوف. الاجتماع كان في جانب منه منشغلا بالأولويات العسكرية للمرحلة الراهنة، مع تواجد ممثلين عن التحالف العربي في هذا الاجتماع، إلى جانب زيارة خاصة بها نائب الرئيس مقر قيادة التحالف العربي المساند للشرعية في مأرب. الذي يعلو بيمن جديد، يمن اتحادي لا يضرم فيها عادل. الانشغال بالأولويات العسكرية في نشاط نائب رئيس الجمهورية تعزز بالدعوات التي وجهها للضباط والصف والأفراد للالتحاق بجبهة الشرعية والانحياز لخيار الدولة، بدلا من الصمت تجاه من نهب رواتبهم وأسلحتهم واستولى على وظائفهم الحكومية. وتعزز كذلك بإشارته المهمة إلى أن من انجر خلف دعاوى الحوثيين وإسقاطهم للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر يعضون اليوم أصابع الندم بعد انكشاف كذب تلك الشعارات التي كان يتمترس خلفها الانقلابيون. وبانتظار تطورات المرحلة المقبلة ستبقى التوقعات متفائلة بشأن إصرار الشرعية على المضي في خط الانتصار على الانقلابيين وإجهاض مشروع تمزيق الوطن الذي يجري على قدم وساق بإشراف قوى إقليمية متربصة باليمنيين وبوحدتهم ومستقبلهم المشترك.